أهلا أصدقائي، شاركي عدلكم بمقطع جديد. وأعرف طورت الغياب جدا، 10 أشهر يا رجل. أين كنت 10 أشهر بدون أي خبر؟ لدرجة البعض يقول أنه مات، البعض يقول أنه خلاص اعتزل، ولكني لا اعتزلت ولا مت. كما ترون أنا أمامكم حي أرزق. فرجعنا لنشر المقاطع، وأصلا رجعت نشرت عدة مقاطع قصيرة مسبقا، والآن وقت العودة للمقاطع الطويلة. وأنا أعتذر عن طول الغيبة، ولكن سأعودكم بمقاطع رهيبة مستقبلا. وهذا المقطع سيكون عن أفضل المتلاعبين بعالم الأنمي. طبعا المتلاعبين هم أهم من البطل، لأنه إذا لم يكن متلاعب فلا داعي ليكون البطل أصلا. مثلا آيزن هو أسطورة بليتش، آيزن هو بليتش، إذا لم يكن آيزن خلاص احذفوا بليتش. وأيضا هناك كيرا من الديت نوت، فهناك كثير متلاعبين سنتحدث عليهم بهذا المقطع. ولا تخافوا من الحرق، لن أحرق أي أحداث إذا لم تكن قد شاهدت الأنمي أو إذا كانت مانغا مثلا. فلا تنسوا اللايك وليتس جو. وإيرين لم يكن يتحدث مع غريشا فقط. إذا كما ترون لدينا قائمة من المتلاعبين، أخطر المتلاعبين وأروعهم، اللي تلاعبوا بشخصيات وتلاعبوا بعالم. هناك حتى من تلاعب بدول، تخيل دول. فستكون منافسة قوية جدا، وأعتقد أن كثير منكم لديه شخصيته المفضلة بين هؤلاء. فيلا نبدأ مع الأول، والأول من إنمي فيلاند ساغا. إنمي فيلاند ساغا إذا لم تكن قد شاهدتها فماذا تنتظر؟ اذهبوا شاهدوا الآن. لن أحرق عليكم الأحداث، ولكن هذه الشخصية اسمها أشرد، وأشرد كان تقريبا هو بطل الجزء الأول. ولا تعرف هل تضعه ضمن قائمة الأشرار ولا ضمن قائمة الأخيار. في البداية ستكرهه لما تشاهد الانمي، بالنسبة للذي لم يشاهده، اما الذي شاهده سيفهمني. ستكرهه في البداية، لانك ستقول هذا الانسان قام بافعال شنيعة، لانه بالفعل قام بقتل شخصية مهمة، لن اقول لكم من هي شخصية، ولكن بعد ذلك ستحبه. رهيب في الحرب، رهيب، تخطيطه استراتيجي مميز. فانا اضعه في الاس او الاي. الحقيقة هناك متلاعبين أفضل بكثير، لأنه هو حتى لو كان متلاعب، هو متلاعب رهيب، ولكن لنقول أنه ذكي أكثر، ذكي، شخصية فخمة، ليس متلاعب بالتحديد. نضعه أي. الشخصية التي تلي آيا نوكوجي. وهذا هو بطل انمي Classroom of the Elite، اللي هو فصل النخبة. هو الانمي اصلا انمي رائع، فيتحدث عن المدرسة، ويتحدث عن طلاب لديهم تقييمات، يعني هناك طلاب في جهة الطلاب المجتهدين، وطلاب اقل منهم، واللي يكون يعني في الجهة الاكبر او في الجهة الاحسن من ناحية القيمة يحصل على بعض الميزات وكذا. وهو كان جدا جدا ذكي، على الرغم انه يظهر عادي، نتائجه عادية، كل شيء عادي، ولكنه كان ذكي ويتلاعب بالشخصيات، ولا احد يهتم به، خاصة في البداية لا احد يهتم به، يقول هذا انسان عادي خلاص، ولكنه في الخفاء هو الشرير الحقيقي. هو الشرير الحقيقي في القصة. فالصراحة هذا اذا وضعته في اي بجانب اشرد ساكون قد ظلمته، مع ان اشرد افخم. انا برايي اشرد افخم، شخصية احسن، رايته في الحرب. ايا نوكوجي لم اراه في الحرب، يعني انمي مدرسي فقط، مدرسي، الحرب ليست كالمدرسة، الحرب ليست كالمدرسة، ولكن هو ركز اكثر على التلاعب، يعني رايناه اكثر في وضع التلاعب. فانا ساضعه في اس، لانه الصراحة تلعب بشخصيات كثيرة، وكان له دور رئيسي في القصة، هو البطل، فيستحق اس. ننتقل لك شخصية التالية، اللي هو غريفيث. الإنسان الخبيث، أكثر إنسان قذر على وجه كوكب الأرض في الأنمي. يعني لو كان الأنمي عبارة عن كوكب الأرض، سيكون غريفيث هو القذر الخبيث الذي من حقك أن تسبه حتى الغد، لأنه في الحقيقة باع نفسه، باع جسمه. شوفوا غريفيث شخصية تستحق أن تضعها أقل من سي، يعني لو قيمنا على حسب شخصيته، ولكن كشرير سأقيمه فوق الأس أس. أنا أحبه كشرير لأنه فعلا شرير حقيقي، يعني الكاتب أبدع في كتابة شخصية شرير، شخصية إنسان لديه الغاية أهم من الوسيلة.
يعني لأجل هدفه سيفعل أي شيء هو جريفيث. المهم أن يصل لهدفه. فمن ناحية التلاعب، لو كان هذا تقييم للأشرار فقط فكنت سأضعه في SS، ولكن من ناحية التلاعب فلم يكن يعني في كل حالاته متلاعب رهيب. أحيانا كان يكون فقط شرير خبيث يعني يقوم بشره المطلق، ولذلك سأضعه في S إلى جانب أيانو كوجي. وننتقل لكيساكي تيتا. هذا من انمي البكائين، من انمي البكاء هذاك اللي كان يبكي كثير، الموجود بانمي طوكيو ريفنجرز. اصلا انمي طوكيو ريفنجرز في البدايه كان رهيب، بس بعدين صار انمي عادي جدا، لا احد صار يهتم فيه. الشخصيه الرهيبه في انمي طوكيو ريفنجرز اللي هي مايكي، ولكن هذا يعتبر شرير تلاعب بكل الشخصيات تقريبا، يعني بدون ما احرق عليكم. وايضا اللي قرأوا المانجا يعرفون ان كيساكي شخصيه رهيبه كمتلاعب، ولكن مقارنة بالشخصية الموجودة هو الأضعف بينهم، هو أقل واحد وأضعف واحد بينهم. فهل أضعه في C أو أضعه في B؟ مستحيل أضعه بجانب أشيلد، هذا مستحيل، لأنه بجانب أشيلد ممكن يخرج من الشاشة ويضربني، لنكون متفقين. فهذا الكيساكي اللعين سأضعه في B، نتركه في B. لو وضعته في C سأظلمه، فنضعه في B أو نضعه في C، ربما نضعه في سي أحسن، لأنه هنا نقارنه بأفضل متلاعبين على الإطلاق، فأصلا سأضعه في سي. ابقى في ذي الترتيب يا كيساكي، لأن هناك أفضل منك بكثير. شخصية التي تليه لا أعرف إذا كثير منكم سيعرفوها أو لا، بالنسبة لي أنا أحب الإنمي الذي ظهرت في هذه الشخصية اللي هو سايكوباث، وأنصحكم بمشاهدته على فكرة. فهذه الشخصية شوفوا هذا كان ذكي جدا، ولما كنت أشاهد سايكوبات كنت معجب بعبقريته، لدرجة يجب أن تفكر أحيانا في كيف يخرج من المواقف. تخيل معي تأتي الشرطة وتكون على وشك الإمساك به، أو خلاص يعني لا يوجد لها مخرج، وفجأة السيد هرب، السيد ركب في طائرة، السيد بدون ما أحرق عليكم كان شخصية رهيبة الصراحة وذكي جدا، كان ذكي ومتلاعب رهيب، وقام بالأخير بخطة مع شخص ثاني، وكانت الخطة اللي شاهد الانمي حيفهم بي كانت الخطة رهيبة جدا، لولا تدخل عدة شخصيات لما اوقفوه، وكان متلاعب الصراحة. فسأضعه في بي، شخصية رهيبة واقل من اشيلد يعني في الحرب وكشخصية، وايضا كتلاعب واقل من اشيلد. الشخصية اللي تليها اللي هو من هذا العظيم الذي اراه امامي، ليلوتش يا حبيبي. God damn. كود جياس هو من الانميات الفخمة يعرفه فقط الاساطير القدامى في عالم الانمي، فهذا كان متلاعب رهيب. اين في الحرب، السياسة، القتالات العسكرية، ليلوتش هذا يستحق الاس، ويستحق ايضا الاسس. فاذا كنا سنترك الاسس لشخصية واحدة ممكن تأتي شخصية افضل، انا لا اعرف، ولكن ليلوتش يستحق الاساس، لانه في الحقيقة في التلاعب ليلوتش أفضل من الاثنين، أفضل من أيانو كونجي وأفضل أيضا من جريفيث، ولذلك نتركه في الأساس. الذي يليه ياغامي لايت، ياغامي لايت كيرا بيبي، لا تقل لأنك لم تشاهد ديت نوت، لأني سأقول كل شيء عن ديت نوت. كيرا تلعب بأل، على الرغم من أنه أل لم يكن يعرف بموضوع شينيغامي فكانت لديه ميزة، ولكن هو تلعب بكل العالم ديت نوت، تلعب بكل عالم ديت نوت. فإذا وضعته في 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 الـ A أو B أو C، من الأفضل أن أغفل القناة، أحذفها، من الأفضل أن أحذف القناة، لأن كيرا يعني شخصية رهيبة. يعني أقول لكم كيف استغل المذكرة، يعني أظن لو أي شخص حصل على مذكرة غير كيرا لم يكن ليقوم بالأحداث اللي قام بها، وكيف أنه تفادى الشرطة. تتذكر الموقف لما كان يأكل شيبس، لما كان يأكل شيبس ويكتب الأسماء والشرطة تراقبه يا رجل، وهو يقتل في الشخصيات. God damn يا كيرا. ولذلك كيرا سأضعه بلا تردد إلى جانب لوتش في الـ SS grade baby. هذا يويتشي كاتاغيري. وهذا من انمي توموداتشي جيم، اللي هي لعبة الأصدقاء،
وشاهدنا الانمي، صدر له انمي اعتقد انه ما بكون شاهده، وكان انمي رهيب والمانجا افضل حتى. وهناك حيث ظهرت قدراته في التلاعب، في البداية تقول هذا شخص عادي يعني مثل ايانوكوجي تقريبا، مع ذلك يويتشي ظل شخصية رهيبة ومتلاعب فخم، فسأضعه اسفل اشيلد او اضعه بجانب اشيلد، انا محتار اسفل اشيلد او بجانب اشيلد، خليه بجانب اشيلد على ما فعله في المانجا وليس الانمي، لان الانمي كانت البداية فقط. نخليه في اي. ننتقل لديو قاد. لم تشاهد جوجو او شاهدت جوجو اخبروني في التعليقات، اللي شاهد جوجو يعرف فخامة ديو، يعرف شر ديو، يعرف كيف انه متلاعب رهيب، مع انه كشرير هو افضل، انه لم يتلاعب مثل كيرا او ليلوج، او انه لم يخفي شره، تلاعب انك تظهر للناس انك شخص طيب مثلا، ولكن انت في الحقيقة شخص ثاني، يعني مثل ايانوكوجي ومثل ايضا يويتشي الذي وضعنا في اي. في البداية كان متلاعب لما تلاعب بسيزار، صح اسمه سيزار، في بداية اول واحد من عائلة جوستار، فتلاعب بهم كلهم، وهو اصلا تلاعب بكل عائلة جوستار، ولكنه لم يكن يخفي شره، فكشرير هو رقم واحد اساس بلا شك، ولكن كمتلاعب سنضعه في الاس، سنضعه في الاس الى جانب شرير فخم مثله اللي هو جريفيث، واللي جانب العبقري اينوكوجي، واللي اعتبره انا افضل بقليل من يويتشي، ولذلك يويتشي كاتاغيري، ولذلك وضعته في اي. فننتقل ل من رايت امامي الان ايزن. ايزن بفخامته، ايزن اصلا هو السبب في اني انشر هذا المقطع الان او اني اصور هذا المقطع الان. اذا لم تكن قد وضعت لايك بعد فهذا ايضا من مخططات ايزن. لان ايزن يخطط لكل شيء، ايزن العبقري والداهية الذي تلاعب ببليتش كله، تلاعب بكل انمي بليتش، وايضا هو قوي، وايضا شرير فخم، وايضا ذكي، وايضا يعني ساطبل جيبوا لي الطبالة. طبالك يا طبل لايزن طوال اليوم. ايضا اذا وضعته في اس من الافضل اني احذف القناة، فهو اساس بلا شك ولا داعي للنقاش لان هذا واضح. فننتقل لحبيب القلب، لاكثر شخصية عزيزة علي، اللي هو ايرين تاتاكاي. كن رجلا ودافع عن قريتك حتى الموت. في البداية كان بكاء، ولكن في الأخير صار شخصية فخمة، فبالحقيقة هو يستحق الأساس، ولكن بجانب من بجانب آيزن غير منطقي، غير منطقي تضعه بجانب آيزن، وهو لم يتلاعب بشخصية كتير، هو أكثر شيء تلعب بوالده، وأيضا خدع عدة شخصيات في 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 الحرب، وكيف خرج لما أعلنوا الحرب على جزيرة البارادايس، وخرج قتل هذاك شو اسمه هذاك أخ العملاق المطرقة، نسيت اسمه. فبالنسبة لي إيرين سأضعه في الأي أو الأس كمتلاعب، كشخصية سأضعه في الأساس، ولكن كمتلاعب سأضعه في الأي إلى جانب يويتشي وإلى جانب الشخصية الفخمة من فيلاند ساغا. ولكن شوفوا رؤيته فقط في أي تثير شمئزازي يا رجل، أقول لا إيرين يستحق أحسن، ولكن للأسف يا إيرين نحن نتحدث عن المتلاعبين، وهناك أفضل أينوكوجي، وهناك أيضاً شخصية أفضل، أو ممكن أضعه في الأس لأنه كان عبقري في النهاية، إيرين عبقري، طريقة يتلعب بي وخلاه يقتل، أضعه في أس، يفضل أضعه في أس، إيرين يستحق أس. أوكي، وبدون عاطفة، أنا أفكر الآن أنا لا أتصرف بعاطفة، على الرغم أن إيرين من الشخص المفضل عندي، ولكن لما أفكر بالطريقة اللي تلعب فيها بوالده وكيف، لأنه يرى المستقبل أو قلب الموازين، الصراحة قلب الموازين، وقلب الموازين على أخيه زيك، فيستحق أس. ننتقل ليوهان. ياري إنمي مونستر الداهية العبقري والفيلسوف الداهي النفسي المخطط استراتيجي، أيضا ليلوتش مخطط استراتيجي على فكرة، أفضل مخطط استراتيجيين، ولكن هذا اليوهان
شابو يا يوهان، كيف تلعب بشخصيتك وكيف تجعل شخصية تنفذ ما تريده أنت فبدون حرق؟ أصلا مونستر إنمي رهيب، فيوهان يستحق الأساس وبدون أي تردد. يوهان يستحق أن يكون بجانب أيزن وبقية الشخصيات الفخمة أساس يا رجل 100%. الشخصية التالية فريند. فريند هذا الفريند ظهر في مانجا وليس انمي، وهو ان لم يكن افضل متلاعب اللي شاهد الشورت الخاص بي وضعته هو الطوب. الشورت كان عن افضل متلاعبي، وضعته طوب، يعني لا يوجد متلاعب افضل من فريند، وبرأيي هو افضل متلاعب، وهو افضل حتى من كل هذه الشخصيات. وهذه الحقيقة اللي قرأ المانجا سيفهم قصدي، فاذهبوا اقرأوا المانجا واللي اسمها The 20th Century Boys Series، فانصحكم تقرأوها، وهذا يستحق الاساس بلا منازع. الشخصية الاخيرة، هذا الصراحة لم اعرف لماذا يوجد في اللائحة، فسنضعه في سي الى جانب كيساكيشي. واللي يعرف هذه الشخصية قل لي بالتعليقات، لانه الصراحة لم اعرف. فهذا هو الترتيب النهائي، واللي يريد يعرف معلومات اكثر عن المتلاعبين بعالم انمي يدخل لموقع، هذا موقعي، لموقع شيرنيم، فسانشر فيه اخبار انمي، وانشر فيه معلومات، وانشر فيه تقييمات، والكثير حتى عن الاخبار عن اليابان واخبار الالعاب. فكما ترون هناك كثير من المعلومات والاخبار في هذا الموقع اللي هو موقع شيرنيم، ولكن ادخل لاذكى متلاعب بعالم انمي، او هناك مقال ثاني اللي هو افضل متلاعب بعالم انمي، ستدخل وتكتشف الكثير من المعلومات التي لم نتحدث عنها في هذا المقطع. فادخل واقرا عن يوهان، واقرا عن عبقريه ايونو كوجي وبقيه الشخصيات التي لم نتحدث عنها كي نطيل هذا المقطع. اذا هذا هو التقييم النهائي، اخبروني في التعليقات اذا لم تكونوا متفقين معي، ربما بعضكم يضع ايرين في الاساس، فانتظر تعليقاتكم وانا اقراها جميعها. فاراكم بمقطع جديد، وشكرا على المشاهده.